من الخطاب اللي عمل اليوم كان خطاب تاريخي وكان فيه بعض الإشارات. الخطاب كان فيه الاهتمام بالشباب بعدا، ودائما هو كيثير هذه النقاط، الاهتمام بهذا الجيل اللي طالع، واللي حنا اليوم هو الركيزة الأساسية ديال البلاد، وفي نفس الوقت ركز على جوج نقط: الاستثمار والماء. الاستثمار قال خاص إزالة العراقيل، وطاع إشارة على أن المراكز الاستثمار كيعرقلوا الاستثمار في بلادنا، كتجبر واحد العدد الجهات كدير مجهود وكتجيب مستثمر بتكلفة، ملي كينزل الملف كيجبر عدم التجاوب. خصنا نديرو قطيعة مع هاد الناس، إما يمشوا بحالهم وإما يعودوا النار في طريقة التعامل ديالهم مع المستثمر. واحد، وبالمناسبة أنا كنطلب منكم باش توصلوا، راه المنطقة الصناعية القصر الكبير راه جاهزة، هيا من المستثمرين يجوا مرحبا بهم. طريق دوفوا يعني ازدواجية، عندنا قرب لتورت 15 دقائق، سمحوا لي ندوز هذا الميساج، والبوابة أوروبا بساعة المكانة. إذا المنطقة الصناعية عندنا بامتياز قصر الكبير. إخوان، بالمناسبة سيدنا لما تكلم على الاستثمار قطع إشارة وتمج الشباب مع الطريقة ديال هذا المشروع الكبير ديال الاستثمار، بلادنا قلعت، وهذا الشيء علاش زحمونا أصحابنا خاصة فرنسا وواحد العدد دول، شافوا المغرب في إفريقيا أصبح الآن يعد له حساب، يحسبوا له حساب. بالمناسبة كنشكر المغاربة ديالنا اللي محزمين إفريقيا ومشرفين هذه البلاد، واليوم كيتلونصوا إما الدرجة الثالثة ولا الثانية على الصعيد العالمي. إذا المغاربة موجودين، وأنا عملت واحد الزيارة لبوركينا فاسو، كونغو، الكابون، جنوب إفريقيا، واحد عدد دول، مشينا قمنا بالزيارة مجال الاستثمار، شفنا المشاريع ديال السفريوي كشي كبير، شفنا المشاريع، المهم واحد العدد المستثمرين ديال المغرب باش ما ندخلش في الأسماء ديالهم كشي. ثم ركز على القضية ديال الماء، الله يرضى عليكم. اليوم سيدنا كيظهر لي شعل الضوء أحمر، عدم التعاطي ديالنا مع الماء. الماء الان كاين دوله اوروبيه اللي كتقول من الدول المتقدمه، 80 مدينه عندها فيها مشكل ديال الماء، وما صحابنا فرنسا عندهم مشكل كبير. حنا بلادنا بقى ما وصلنا لدرجه، ولكن سيدنا الله ينصرو الحكومه ديالو الان مشات وعملت واحد السباقيه ديال تصفيه الماء ديال البحر. الاخوان تعرفوا دابا البلاد شحال كتكلف ديال الفلوس ديال تصفية الماء، من عاج باش نصيبوا الماء موجود، تكلفة كبيرة بزاف. وحنا اليوم خلينا هذا الموضوع ديال الماء اللي خصنا نهتموا به، واحد كيطلق البوزبوز كيشعل العود كرو يدور هكا يخلي البوزبوز مطلق، واحد كيغسل كيبقى قسما بالله، هذا مشكل عندنا. واحد يدخل الحمام 25 سطر الماء يكب على اللحم ديالو، غير كيغسل شي جلدة ما نعرف شنو فيها. إذا كاين إشكال بالعقلية ديالنا التعاطي مع الماء. كنقول للمغاربة اليوم وصل الوقت باش نحافظوا على الفرشه المائيه، وكنقول وزير الفلاحه الان يوقف هذا لابوكا وهذا البطيخ وهذا الدلاح، يوقفوا، يسمحوا لي الاخوه الفلاحه الا قلت هذا الكلام، وقع عندي اصدقاء ديالي اللحظه هذه خصنا التعني، لان قطر ديال لابوكا كيدي ما نعرفش شحال ديال الماء اللي كيستهلكوا، ما نعرفش شحال من الالاف ديال المواطنين، ما عنديش الرقم ولكن الرقم مدهش. كنقول السيد وزير الفلاحه يستمروا في فلاحه التنقيط مع الفلاحه الضروريه، بطاطا، الفلفلة، مطيشة، اللي ضرورية، لابوكا وشالومية وكيك، هادو استثنائيين. كنقول لهم باش يحاولوا يحافظوا على الثروة المائية. اللي سولت أنا المدير ديال الأراضين قلت له الآن الماء بشحال كيطيح؟ قال لي اللي كنخرجوا من الأرض درهم و70 متر كيب لتر كيب، درهم و70 لتر كيب، واللي كيخرجوا من البحر 5 دراهم. واش اللي كيهضر على المازوط هضر على الماء، 5 دراهم باش كيطيح اللي كيصيفو من البحر، راه مشكله الاخوان. اذا كخصنا نحاولوا ما امكن، حتى وان كان عندي الفلوس والدنيا هانيه، راه ملي كنطلق البزبوز راه كنضيع ناس اخرين، واحد كيطلقوا في الجرده، واحد كيغسل الحيوان، وواحد ما نعرف شنو كيدير، الله يرحم والديهم، الله يجزيكم بخير. واحد كيطلق الروبيني كيستنى حتى يجي الماء سخون، ديك الماء بارد ما نعرفش شحال مشى من ليتر مشى. اذا خص الاعلاميين، الصحفيين، السياسيين، المسؤولين، لقاءات جهويه اقليميه محليه، الائمه المساجد داروا ديك الخطبه ولكن ما مشاتش، ما وصلتش للهدف. خصنا نعودوا النظر في الطريقه ديال التحسيس من المواطنين باش يعرفوا القيمه ديال ماد بلادهم، ويعرفوا الخطاب اليوم ديال السيدنا كيفاش جا اليوم ثقيل
وركز على جوج النقاط اللي كانوا اساسيين الاهتمام بالماء والاستثمار. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.